السلام عليكم. الأخلاق الحقيقية تطبع الإنسان بطابع قيمي فعال. أغلب الناس اليوم يعتبرون أنفسهم متفوقين أخلاقياً، فيقومون باستعراض الأخلاق والتباهي بها، ويقولون نحن من الأخيار وغيرنا من يحمل السوء والشر. التبجح بالأخلاق شائع بكثرة في العالم الافتراضي باعتباره مساحة مفتوحة ونشطة، والكلام ببلاش وليس له ضرائب أو جمارك، واحكي براحتك. ولكن ليس من المعقول أن تبقى الأخلاق في دائرة القول فقط، بل لابد من اختبارها بالممارسة الفعلية في عالم الماديات ليتم إثبات جودتها وصمودها، لأنه من السهل على أي إنسان أن يدعي تحليه بمنظومة أخلاق قوية وينزه بذلك قيمه الأخلاقية تنزيها كاملاً على المستوى التنظيري. لكن من الصعب جدا أن يكون ادعاؤه مطابقا لواقع تصرفاته الحقيقية. ماذا جرى لنا؟ لماذا في كل يوم بل في كل ساعة يطفو على السطح ترند عراقي مليء بالمآسي؟ هل تغيرت القلوب؟ هل النفوس أصبحت أكثر شرا؟ ما أحوجنا ونحن نعيش أيام محرم الحرام كي نسترجع فيها قصة الإمام الحسين عليه السلام ورسائل التي كان يحملها، فنحن بحاجة إلى التوحد التي رسخها في ثورته، بحاجة إلى الأمن والعزيمة، بحاجة إلى السلم قبل الحرب، وقبل كل ذلك الأخلاق. أهلا بكم بالتفصيل، معي أنا ناطق صلاح الدين. قام علي مرتضى ضربني بالقامة، ابن خال أمير، وذاك الثاني بالكرك جاني، فأنا من ضربني برقبتي دخت وطحت بعد ما أدري. واروح لك والقول قرآن ألقي ابني مفيض بدمه، يعني فايض فايض حتى صور عندي. قلت له أوكي، قال أريد منك تزيلي صور، صور زائد 18 يعني طلب مني، فأنه كانت صعبة يعني. يوم خطوبتي قبل الخطوبة دز الصور للأهلي. راح ننشر الصور، راح نسوي صوركم إذا ما اعطيتونا كذا مبلغ. من زعلت بقت مدة سنة وشهرين زعلانة، لقيت جايب شريشتي للبيت، قاتم البيت نصين. نشتكيت ثاني يوم ورا فترة يعني هيجي جاني تبليغ. كانت هذه أبرز القضايا اللي راح نعرضها بحلقة هذا اليوم، وأنتظر تعليقاتكم وآراءكم عن الملفات التي سنطرحها بحلقتنا هذه الليلة عبر البث المباشر على تطبيق الفيسبوك التابع لقناة UTV. قبل الدخول إلى محتويات هذه الحلقة، لابد من الوقوف لما جرى من حدث مهم في أرض كربلاء هذا الأسبوع، والتي هزت المستوى الشعبي والرسمي. لما تكون أنت بموقع خدمة عامة وتعمل لأهلك ولمدينتك بشكل صحيح، راح تشوف ثمرة عملك من خلال رضا الناس عليك، حتى لو كنت في وسط بؤرة من الفساد. والدليل الراحل مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي، اللي تم قتله أثناء الواجب الرسمي الوطني فقط لأنه راد يزيل التجاوزات حتى يظهر المدينة بشكل أفضل. لذلك لاحظنا تأثر الشارع باستشهاده، لأن كان هو إنسان مخلص وصادق بعمله. زيارة إلى بيت الراحل نتابعها بهذا التقرير. ما سبب انكار في رعاية بطل من الطالع العراق؟
المهندس عبير اللي خدم المحافظة واليوم القلب لكل الفاسدين والمجرمين. نتمنى من القضاء أن يقوم بدوره بمحاسبة هذا المجرم المتجاوز على الدم العراقي. مشروع عبير سوف يستمر في عموم العراق وينطلق من هذا المقام. هذا المقام. اسمي مهيمن عبير، العمر 11 سنة، الصف السادس. الآن أنت طبعا بعد استشهاد والدك، شنو الطالب من الدولة وشنو حلمك؟ نطالب بالدولة الاقصاص للدم بالدم، ثانيا أتحلى ما أصير مهندس مثل والدك تريس. نعم. وهم زي التجاوزات. نعم. رئيس الوزراء زارنا الصبح، احنا قلنا له الرجل مشكور اجى لهنا وتعنى زين حتى يزور عائلة الشهيد. قلنا له احنا كل شيء ما رايدين، احنا رايدين فقط انه القصاص العادل، القصاص العادل من دولة رئيس الوزراء، وهو وعدنا بالقصاص العادل، ونتمنى انه يصير هذا الاجراء يطبق والمحكمة تنصف الشهيد. كل كربلاء تعرف انه صافي وما منتمي لاي جهة حزبية، تمام؟ هاي الشغلة منتهي من عندها. ثاني شغلة انه كل كربلاء تحبه، والدليل التفوا على حول النعش مالته زين، وشفته كل كربلاء طلعت على موده زين، لا عدى عداء شخصي ولا عدى مشاكل، تعرض التهديدات من وراء عقار متجاوز متجاوزين زين، او الى ان وجرت هاي من رمضان لحد الان هاي التهديدات مستمرة على نفس المكان، على نفس المكان، ولا ان توصلوا بالاتفاق وياهم بالازالة والتعويض. هاي الشغلة انتهت بالازالة والتعويض زين، الى ان يزيلون التجاوز يطلع شخص يقتل مدير دائرة وموظف بدم بارد. كربلاء دا تدري انه مغلقة يوم بعد يوم، سيارات دا تكثر وشوارع دا بالعاميه نقول الضيق زين، انه هذا دوار، هذا دوار الامام الحسين زين، انه هذا هاي العماره وهاي المحلات صايره بنص الدوار. سادتي، والان نعود الى مواد حلقتنا لهذه الليله ونبدا بالقضيه الاولى وهي من كربلاء ايضا، سرقوا التوك توك بعد محاولة قتل من صديق. قام علي مرتضى ضربني بالقامة ابن خال أمير، وذاك الثاني بالكرك جاني، فأنا من ضربني برقبتي دخت وطحت بعد ما أدري. واروح لك والقوا القرآن ألقي ابني مفيض بدمه يعني، فايض فايض حتى صور عندي. غالباً ما نعرض جريمة أو أكثر بحلقات البرنامج، لكن الملفت للنظر أنه كثير من جرائم القتل أو الاعتداء تكون بسبب عربة النقل البسيطة التي تسمى التوك توك، واللي هي وسيلة نقل تستخدم بالمناطق الفقيرة بسبب رخص أجرتها. لكن ليش التوك توك بالذات تحصل بجرائم؟ هذا الشيء لحد الآن ماذا نفهمه. واليوم أيضاً عندنا قصة عن أمير، هو شاب من كربلاء تعرض لطعنات ضخمة أو ما يسمى بالعراقي القامة، والسبب كان أيضاً التوك توك. لكن المشكلة اللي نفذ خطة السرقة ومحاولة القتل يصير صديق أمير. الآن خلينا نتابع قضية أمير وقضية التوك توك، فلنتابع. أنا عبد الأمير صاحبي، صار له 5 سنين وياي، لا اليوم ولا البارحة ياكل ويشرب بيتي. قال أريد أروح أجيب أمه من خوالي، قلت له يلا الساعة 11:30 بالليل. جاء عبد الأمير يصير صديق ابني، يعني هو روح بالروح ويانا، يعني حتى يطب بيتنا بيت ساعة، جل ابني الساعة 11:30 بالليل. والله حتى مسوي عشاء الأمير، كان يقول خاله راح نروح أنا وأمير نجيب والدتي ونجي.
اي فقلت له يعني ما تتاخر؟ قال لا ما اتاخر. قلت له امير يلا روح عادي، كروه غير عليك الله على باب الله. راح امير الساعه بيش ب 12 ونص، هسه يجي امير هسه يجي ماكو. رحنا اللي هناك وصلنا، طلعوا ولد خاله اثنين، قالوا امير انزل من التكتك. قلت لهم انا ما انزل من التكتك، التكتك مالته حتى ما اخذها بالاقصاد، وانا الوحيد لاهلي، ابوي انا شهيد برقضه طويريج، انا عايش اهلي هنا امي واخواني، فهناك انا ما خليتهم ياخذون التكتك. قام علي مرتضى ضربني بالقامه ابن خاله ميا، وذاك الثاني بالكرك جاني، فانا من ضربني برقبتي دخت وطحت بعد ما ادري. من قعدت ورا شويه لقيت ماكو ولا واحد، لا هم ولا التكتك. خابرت رجل خالتي اجاني هناك رمشت لان ما عندي رصيد، لما رمشت لدق علي اجاني هو وامي، فاخذوني المستشفى. وحده الا ربع كان يدق علي رجل اختي، كان يقول لي ركض ابنك مسلب. قلت له يا منو؟ قال لك، قال هيك سمعته تدرين بي ويا من؟ قلت له ويا عبد الامير. راس انا رحت وراني هاي الساعه حكي بيش بالليل لحقته واروح لك والقوا القران القي ابني مفيض بدمه يعني فايض فايض حتى صور عندي. المهم راسن قلت له قوم خلنا ناخذك نايم بالقاع مدد. بقت هجو الامن كان يقول انت وقفتي تشيك واقفه، اخذ ابنك للمركز وروحي. اخذنا ابني للمركز ورحنا سولفنا لهم القصه للمركز. هاي الحكي امير كدان. من رحنا للمستشفى خيطون هن كلهم صارن 23 خياط، هاي برقبتي هنا 10 خياطات وهنا 7 وبديت 9. من طلع ورا يومين من المستشفى قبل القاضي انا راسي واقفه، حتى انا تفاجئت. كان ايش قالوا لي؟ قال كان يقولون عبد الامير طلع. قلت له امير شلون طلع عبد الامير؟ كان يقول القاضي طلع كفاله. انا ما ادري، قلت له يعني تسليب على اساس القاضي؟ حتى سالت الدولة بالباب قلت له خاضه ابني مسلم شلون يعني طلع كفاله؟ قالوا والله ما ندري. فرجعت للمركز كان يقول هذا مو تسليب، هاي مسويها مشاجره. مشاجره شلون سوى غير عندهم عرف؟ فمشوها علينا عرف، احنا فقره على نياتنا، هذا الطفل يعني ولد شاب شو يعرف؟ مشوها مشاجره. أنا يا أمي أنا ظلت بالمستشفى وأمي راحت للمركز، ظلت راجع بالدعوة، فأمي مسويها مشاجرة، القاضي طلع بكفالة، شي مسويها مشاجرة، عندهم عرف بالمركز ومسويها علينا مشاجرة، أنا تسليب أنا مسلب، فأمي حولوها مشاجرة، يعني ليش الفقير ما له أحد حولوها عليه. وهاي صار 14 يوم عبد الامير قاعد مرتاح وذولاك قاعدين مرتاحين، يعني هذا قاتل واحد يكتب بالشوارع ما حد يعني يطلع لهم. والله انا راجع مسوي تسليب انه حتى الحكومه والله وياهم عندهم عرف والقران سواها مشاجره. يعني شلون هي مشاجره؟ يعني ابني مذبوح ومسلب، يعني على مود تكتك تاخذون الطفل هذا؟ يعني ليش ولد شاب عليك الله؟ يعني لو ما يتبنى انا شو احصل؟ وذبحه وهاي شوف حالته والله العظيم. أنا سويت عريضة مرت الثانية للقاضي، قلت للقاضي هيك وهيك، قلت له أنا أخوي أولا بال 91 متوفي وأبوه شهيد بالرقضة وغير الله وأنتوا أريد حق ابني من عندكم. فالقاضي سوى عاد أقوال أمير من جديد، هسه باكر نروح للقاضي فنشوف بعد القاضي ايش يقرر ما أدري بعد. إذن هاي القضية وكان المفترض أن تكون والدة أمير معنا على اتصال هاتفي، لكن عبد الأمير حاول يقتل أمير صديقه من خلال أصدقاء أو قرائب عبد الأمير، ولحد الآن التكتك هو محجوز وبسبب هذه الحادثة. الآن إذن هي أنا بالفعل هي الآن معنا والدة أمير، السلام عليكم أم أمير. السلام عليكم. تسمعين الآن أم أمير؟ ألو ألو أستاذ ناطق. يا هلا بك، أهلا وسهلا. عبد الأمير صديقة حاول يسرق التكتك من أمير، يعني عبد الأمير وأمير هم اثنيناتهم أصدقاء. إيش قد علاقتهم قوية؟ يعني هم علاقة قوية كأصدقاء ولا شنو؟ يعني حتى يبات يمنا بالبيت يعني وصلت الدرجة يعني أنا أبعد يوم هم أسوي لهم أكيد. يعني حاسبك ابني. أي. والدة عبد الأمير ما كانت يعني مريضة صدق يعني ما كانت مريضة؟ لا ما كانت مريضة كل شيء ما بيها أصلا. زين عبد الأمير كان يعرف كان يعرف إنه قرايبه ولد خالة ما أعرف منه إنه هم ناوين هذا الشيء ولا تفاجئ مثل أمير؟ يعني ما كان يعرف لو كان يعرف؟ لا لا أستاذ ما متفاجئ أصلا. أصلا أمير جاي يضربون بيه يقول هو واقف يعني يتفرج. يعني عادي عنده والله، يعني هو شلون يعني هو مسبب الأمير
انتم ما شفتوا يعني العبد الامير، ما شفتوا قلتوا له ليش ايش سويت؟ ما صار بيناتكم مقابله او لقاء؟ لا ما صار، بس هو انسجن 3 ايام وطلع القاضي كفاله. كلهم لو بس عبد الامير؟ كلهم طلعوا كفاله لو بس عبد الامير؟ لا 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 بس عبد الامير، هذول يعني هم سرقوا قبل ذول الاثنين. نعم لحد هسه بعد ما ادري لزموهم ما لزموهم. طيب هذا معناته انه نعم تفضلي. لقيت العبد الاميراني قلت له ليش يعني انت هذا سويت بابني؟ مو صديقتك؟ يعني قال لي لا انا ما سويت، يعني نكر هذا الحكي كله. زين يعني قلت لك يعني هي صارت يعني اجى دق هسه التوك توك وين هو؟ قلت الامير التوك توك وين هسه هو؟ التوك توك سوى استاذ عندهم عرف يعني بدي اقول لك. فاخذوا التوك توك ذبوها بالمركز. نعم فانا قلت له بابا قلت له انا التوك توك ما استلم هلين ابني مكتول. يعني شفت صوره انت مذبوح ذبح، فقلت له ما استلمها انا. نعم. بسبب المركز بعدين احنا عيشتنا عليها. رحت للقاضي قدمت دعوه فقلت له اريد اسحب التوك توك، يعني جبت هالتوك توك هسه بس التوك توك لو تشوفها كلها يعني حتى قامات مبربه. ايش قال يعني القاضي؟ طلعها لي القاضي وسوى على ذولاك القابض اثنينهم. يعني هسه التوك توك عندكم صارت؟ اي طلعناها لان هي عيشتنا عليها. نعم طيب انا اشكرك جدا، والجهات المسؤوله اكيد راح تشوف البرنامج وقضيتكم. انا اريد يعني من الله ومنكم ومن الحكومه يعني ياخذون حق هذا الطفل، هو يتيم والله العظيم. طيب. ويعني دا يشتغل بالتيك توك على باب الله سوى بها الدقه. طيب شكرا جزيلا ام امير، شكرا جزيلا. ننتقل الان سادتي الى قصه اخرى لثلاث فتيات ومساله الابتزاز الالكتروني وشنو قصه صور زائد 18. قلت لها اوكي، قال اريد منك تنزلي صور زائد 18 يعني طلب مني، فانه كانت صعبه يعني يوم خطوبتي قبل الخطوبه دز الصور لاهلي. راح ننشر الصور، راح نسوي صوركم اذا ما اعطيتونا كذا مبلغ. على الرغم من التطور الكبير بمكافحة الجريمة الإلكترونية بالعراق، إلا أنه إلى الآن ما زال نشوف حالات كثيرة تصير، وخصوصا مع الفتيات الشابات اللي يستغل المبتز ضعفهن بالمجتمع بسبب القيود المفروضة عليهم مجتمعيا وعشائريا. دائما ما نحذر الأهالي بالوقوع بفخ الابتزاز والإلكتروني أيضا، وعدم الثقة بالأشخاص اللي تتعرف عليهم فقط بالواقع الافتراضي. هسه رح نعرض لكم قصص ثلاث فتيات تعرضوا للابتزاز حتى نعرف شلون يستدرج الضحية وشنو الأساليب اللي يستخدمها حتى يوصل لمبتغاه، خصوصا مع إرسال البنات صورة يسموها زائد 18. خلينا نتابع. كنت بالجامعة فأكو زميل معايا بلش يحكي وياي، ويوم عن يوم تتطور العلاقة بيناتنا. بداية كان صداقة إلى أن اعترف لي أنه هو يحبني، مع الأيام أنا همين حبيته، فصارت بيناتنا طلعات وقعدات وثقت بيه كلش ما عدا الصور اللي احنا ناخذها احنا وقاعدين وهذا. فالحد ما اشتغلت بمكان، عن طريق هذا المكان اجاني شخص يريد يتقدم لي، فهو سمع انه هذا الشخص يريد يتقدم لي، قام يسوي مشاكل ويهدد انت ما تتزوجين، انت ظلين تحكين وياي وانا ما راح اتزوجك، انه بس تظلين هيك العب بيك بكيفي. يعني صديقتي كانت معايا قالت لي لا انه انت امشي بهذا المجال، وافقي على الشخص اللي اجاك هذا ده يلعب عليك وما ادري شنو. اوكي وافقت واجوا الجماعه خطبوا، بلش يسوي مشاكل بعد اكثر، يدز لي صور اللي انا كنت دازت له اياها، يقول هاي راح ادزها لاهلك. يوم خطوبتي قبل الخطوبه دز الصور لاهلي، يعني والدتي بس. والدتي بوقتها سوت لي مشكله كبيره يعني، والحفله بالبيت يعني. زين فرجع دز لي قال لي اني شفتي ايش سويت؟ دزيت الصور لامك حتى تعرفين انه انا اقدر اسوي اكثر من هيك اذا ما تراجعتي عن الموضوع اللي انت بيه. خطيبي جايب لي رقم انه انا راح اغيره، انا ما قدرت اغير الرقم بسببه هو لان قاعد يهدد 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 بيه.
ويريد صور ويريدني احكي وياه، واحكي وياه يعني مو بس كلام عادي، انه كلام زاد 18 همين، الى ان صديقتي وصل لها كلام انه اكو شخص يساعد يساعد يعني يحل مشاكل الابتزاز الالكتروني. انطيته معلومات كامله عن الولد اللي يبتزني ويهددني، حل المشكله باسرع ما يمكن، تواصل وياه ووقع تعهد انه بعد ما يتعرض لي جهات مسؤوله بالدوله فتراجع عن الموضوع. صار وياي الحادث تقريبا من 2017، تعرفت على شخص عن طريق الانترنت، كانت انه بالبدايه مجرد صداقه وكذا يعني، وبعد فتره انه صار حب بيناتنا وانا كلش يعني حبيتها وتعلقت بيه. قال لي انت ما تحبيني وما تثقين بي، واذا تثقين بي وتحبيني لازم تدزي لي الصور. فاني بهاي الحاله يعني انا اريد اثبت له انه انا مصدق احبه ومصدق يعني اريده، فقمت دزيت له صور عاديه، وهاي فصوري العاديه صارت يمه يعني مع مرور الايام، صرت يعني كل يومين كنت بالثالث ادز له صور عاديه. يعني بعد مرور سنه اكثر من سنه جاء علي قال لي يعني بعد شيء اكثر من سنتين اني اكمل دراستي وعلى اجي اخطبك. قلت له اوكي. قال اريد منك تدزي لي صور، صور زائد 18 يعني طلب مني، فانه كانت صعبه يعني. قلت له اني راح ادز لك صوري بس هذول امانه يمك، واني احبك وواثقه منك. بعد ما دزيت له صور بعدها بكم شهر قام يطلب مني فلوس. انا ما عندي يعني، انا بنيه صغيره دا ادرس يعني، كان يقول لي والله اذا ما تدزي لي مبلغ شهري يعني بالشهر 200 دولار او 300 دولار اني افضحك، اني ادز محادثاتك وصورك لاهلك ولعشيرتك وانشرك بكل المواقع. يعني هنا بهاي السالفه اللي سويتها من دزيت له الصور وصار يهددني، هنا وعيت، هنا بديت أصلاً عرفت إنه هو ما يحبني. أخذت رقم شخص اتصلت بي فقال إنه أنا ممكن إنه أخذ لك خيرة، فأخذ خيرة إنه مثلاً هيش راح يصير بالمستقبل هيش هيش هيش، فكلامي جر كلام وكلامي جر كلام. فأنت تريد يعني الشخص من يخوض بهاي التجربة يريد يعرف شنو بعد وراها، تحد مثلاً إنه سوي لي فد عمل، سوي لي فد شغل، سوي لي سوي لي، فدزي مثلاً صورة ما أدري شنو. فمن إنه البنات عموماً راح إحنا يعني مثلاً يلا هذا ما راح يبتزني أو ما راح يأثر علي فندز. فبعدين انه صار الابتزاز انه اني هاي الصور بحاله اذا ما دزيتي لي كذا مبلغ راح ننشر الصور، راح نسوي صوركم اذا ما اعطيتونا كذا مبلغ كذا فلوس، تقريبا بالاربع ملايين. بعد ما صارت لي هاي المشكله انه اني وعيت وافتهمت انه يعني انه حب الالكتروني فاشل، وانه الولد من يطلب صور من البنيه أو شغلات يعني إنه هذا مو حب. وأنصح كل بنية أي شاب يطلب منها هاي السوالف ترفضها، وماكو شيء اسمه صداقة بين بنت وولد. إذن هؤلاء هم نماذج قليل من نماذج كثيرة ربما موجودة في كل العراق، فتيات بسهولة فريسة سهلة لذا المبتزين اللي يحاولون يبتزون الفتيات. الآن للاطلاع على الموضوع من الناحية النفسية سنسلط الضوء عليه من خلال لقائنا مباشرة مع محمود الغريب أخصائي باراسايكولوجي. أستاذ محمود مساء الخير. مساء الخير، أهلا بك أستاذ ناطق. أهلا بك. يعني ليش البنات بالذات يعني أنه وين نقاط الضعف أنه يرسلون صور ربما يعني صور غير لائقة لشباب بعد فترة من التعارف؟ هل من أجل الزواج؟ هل من أجل ماذا؟ يعني نفسيا بعلم النفس شو نسمي هذا الضعف بإرسال صورتي بهذه الطريقة؟ طيب احنا خلي اول شيء نشخص هذه المشكله. هذه المشكله اللي انتشرت حاليا في المجتمع العراقي بسبب عده اسباب، سواء كان اسباب اجتماعيه سواء كان اسباب سياسيه واسباب اقتصاديه. المشكله الاساسيه هي عند البنيه مو عند الرجل. الرجل هنا هو هذا، نتكلم على الابتزاز وغيره، ولكن خلينا نتكلم على البنيه نفسها.
مشكلة نفسية عند البنية نفسها، عندها فراغ، فراغ عاطفي، هذا الفراغ العاطفي ما ممكن يملى إلا بطريقة حقيقية. هي تحسب أنه هذا الفراغ سيملى من خلال الشات، التواصل الاجتماعي، من خلال الصداقة بالجامعات، ولكن هذا السبب هو السبب الأسري اللي هو العامل الثاني والمهم. راح تجد أغلب المشاكل، أغلب الحالات الابتزاز من النساء، لو ترجع إلى العامل الأسري راح تشوف أنه البنية ما عندها صداقة أسرية مع الأم، مع الأخ، مع الأب أو مع الأخت. كل هاي المشاكل اللي جاي تصير يعني هي جاي تسويها محمود سرعا. يعني إذا عندها علاقة أسرية ما راح تسوي اللي سوته؟ طبعاً طبعاً العلاقة الأسرية عندنا ما يقارب 90% من هذه المشكلة ما ممكن تحدث، لأن عملية التواصل مع الأم والبنت بالمهم أنه الأمية أنه تكون صداقة مع البنية، خاصة بالمرحلة المراهقة، من مرحلة خلينا نقول 15 سنة، مرحلة 17 سنة. يعني هو هذا سبب الفراغ العاطفي؟ هذا هو سبب الفراغ العاطفي اللي قلته أنت؟ كل صراحة هذا شيء كبير جدا. سبب الفراغ العاطفي هو الاسره. ما يعني ما اريد ان نحدد مشاكل اخرى ثانويه، ولكن الاساسيه هي الفراغ العاطفي، عدم قدره التواصل. للعلم البنيه تخاف انه تعترف لبيتها لامها عفوا او الاختها او الاخوه او حتى الابوها انه انا عندي شخص كذا تواصلت معه. انا عندي حالات من هذه هذه الامور. حالات من النساء. هذا كلام منطقي. طالما هم يخافون، اللي خاف يسوي هالأشياء ما فكرت بالنتيجة. شنو اللي خلاها يغيب عنها موضوع إنه شلون تتحاسب والخوف؟ ما هي أكو، إحنا عدنا إحنا بداخل الجسم عدنا العقل والقلب وعدنا الهرمونات والإفرازات. هذه أحيانا تستستيرون والأستروجين والهرمونات الجسدية اللي موجودة اللي هي تحفز هذه الأفكار أو تحفز هذه خلينا نقول الشهوات والجنس وغيرها. أحيانا توصل إلى مرحلة يكون غشاوة على العقل ما ممكن يستطيع يفكر. مرحلة من المراحل الأستروجين والتستروستيرون من يصعد إلى بمرحلة من المراحل ما ممكن العقل يقدر يفكر. احيانا يحسبها انه خلاص اخطا بهذا الخطا، هو يعرف انه هذا خطا، ولكن يريد يفرغ هذه الشهوه، يريد يفرغ هذه المشكله. عوضا عن ذلك اكو احيانا موضوع المهم جدا، الخطا والصح. احنا ما لحد الان عندنا بالاسر العراقيه او بالاسر العربيه نقول عيب او خطا او حرام، ولكن ما نعطي السبب اللي هذا خطا. خطا انه مثلا تتواصلين مع فلان، ليش خطا؟ انا لازم اعطي سبب. دائما الممنوع مرغوب. اغلب النساء من يكون عندهم هذا خطا، خطا انا اريد اتحكم بهذا الخطا. شنو لو تجد خطأ اغلب النساء خطأ ايضا الاسر المحافظة. خطا ايضا انه نخلي البنت على هواها تتكلم براحتها ايضا. لا مش هواها، انا اتكلم على انه الاسره لها عامل اساسي ودور اساسي في محافظه على البنت، على الانثى. هذه الدور انه عمليه تحديد الخطا وتحديد الصح، اكو اسباب الى الخطا والصح. لازم انه احنا ننطي هذه الاسباب، ليش هذا خطا وليش هذا صح. ايضا الاحتكاك والتقارب مع العائله هو سبب رئيسي لابتعاد. شنو الحل؟ اغلب الاسر اللي موجوده هناك، اعطيني الحل. الحل سريع. الحل هو خلينا نقول الحل هو أسري. أولا أسري يجب أن يكون هناك وقت كبير أنه إحنا يكون الجلوس مع أطفالنا أو بناتنا وولدنا. هذا الجلوس راح يفرغ من الطاقات السلبية، يملي الفراغ اللي موجود. الاحتكاك، الخروج مع الأقرباء وصلة الرحم، هذا جزء مهم. الجزء الثاني اللي هو مع العامل الدولي أو الحكومي اللي هو تحرم وتشرعن القوانين وتفعل القوانين. لأن من تكلمت على الابتزاز، أغلب النساء يخاف يخافون يروحون على الشرطة، خاف تقتل، يخافون يروحون على أهل الابتزاز. لأن كل صراحة أغلب الشباب اللي يتكلمون بموضوع محاربة الابتزاز هم يبتزون ما بعدها النساء. فهذه مشكلة كبيرة، ولكن الدور الأساسي المرأة والأسرة. احنا راح نرجع لك في ملف ثاني اليوم بحلقتنا إن شاء الله. شكرا جزيلا، مؤقتا نرجع لك. هؤلاء الفتيات الثلاثة لجأوا إلى أحد المكاتب اللي أنقذهم من براثن المبتزين. الآن خلينا نتابع شلون يتم إنقاذهم من هذا الفخ. توصلني باليوم 30-40 قضية، يعني
احاول قدر المستطاع انه انا ارد على هذول الناس واحل مشاكلهم. يعني بنسبه 40 قضيه اقدر احل مثلا 30 32 32. اكو قضايا يعني كلش صعبه ولازم نلجا يعني للقاضي، الموافقه مال القاضي. فالبنت ما تخاف انه هي تقول لاهلها. اصلا اصعب الحالات اللي تواجهني بالوقت الحالي هذول السحر والروحانيين، كلش تأذينا يعني، ومنتشرين بكثره وتقدر تقول صارت تجاره، فلان يحول على فلان. يعني وش قد ما نحاول نفكك هاي الشبكه نلقاهم يوم عن يوم دي يصيرون اكثر واكثر واكثر. والطامه الكبرى انه البنات دا تثق بيهم. يعني اكثر المشاكل اذا توصل فلان انه انا فتح يمي خيره، فتح خيره ومجانا، انه مجانا وتدري بعقولهم بعد. فيوم عن يوم يستدرجهم ويصير بيها صور ويصير بيها كذا، يعني طريقه حكم كلامه انه يخليها شنو يريد هي تسوي، وتوصل لمرحله انه يطلب فلوسكم وتراهي عليه. يا بنتم تبيعون تليفوناتكم فرمتوا اكثر من مره ومرتين وثلاثه سوفت، حتى الشخص اذا اللي اشتراه يحاول يرجعه سوفت الاول والثاني ممكن ترجع الصور. اكو برامج مو عاديه مدفوعه، خلينا نقول هذا الشخص اذا كان انه اصلا نوايا لهذا الشيء ممكن يرجع، بس بالسوفت الثالث الرابع يظل يفرمت ويظل يصور. مثلا اليوم انا فرمتت هذا التليفون، افتح الكاميرا وخليها تصور لحد ما تقبض، اوكي ارجع افرمته، ارجع افتح اخلي الكاميرا تصور لحد ما تصور، لحد ما يقبض ارجع افرمته وخلص بيع التليفون، سهله كلش. بالنسبه للبنات انا اقول لاهاليتهم نصيحه كتجربه، يعني انه يديرون بالهم على بناتهم ودائما يسالوهم ايش دي يصير، يعني خلي يكونون اصدقاء لهم وليس عائله. يجوز هي البنت تستحي، يجوز هي الظرف اللي هي واقعه به خايفه انه لا اهلها ما تتقبل هذا الموضوع، فتلجا للشخص نفسه ويقوم يتمادى عليها اكثر ويطلب. فنصيحتي لهم انه يكونون اصدقاء لهم، حتى انه يحكون لهم مشاكلهم، لا سامح الله يعني اذا صارت هاي المشكله يجون يحكوا لهم، ما يصير عندهم اي دافع او اي خوف او اي رهبه. اكو مطورين حشاك يعني مشكله، هو انه ماخذين فكره انه الاب ستور والسوق بلاي امن، شنو تنزل منه امن. لا، حتى بهالفتره خلال هالاسبوعين الراحت حتى اب ستور اكو بيه برامج بلا باب. اذا شاهدنا مكتب لحل مساله الابتزاز ضد الفتيات وكيف ينقذهم. الآن نلتقي مباشرة من أربيل مع فهد وليد مسؤول العلاقات العامة لدى فرقة السيفور من أربيل. أهلا أبيك فهد، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا بك أستاذ ناطق. كيف يتم وصول الفتيات إليك؟ شلون يعني، هل بسهولة؟ هل الأعداد هواية صاروا يجون يشتكون من مسألة الابتزاز؟ شو قد تقريبا يجوك وشنو الأهم المشاكل اللي شفتها أنت؟ قبل كل شيء أستاذ العزيز، الكل لازم يعرف خطورة الابتزاز الإلكتروني بالوقت الحالي على مجتمعنا المحافظ من قبل عصابات دخيلة وضعفاء نفوس. أنا بالنسبة لي كفهد وليد فرقة السيفور، إحنا دا تجينا قضايا باليوم الواحد 32 35 قضايا نحاول نحلها باليوم بس الواحد يوم يعني؟ عن يوم. نعم باليوم الواحد. باليوم الواحد بالضبط. وهاي دا أذكر لك على حسابين أو ثلاثة، إحنا 6 حسابات وأنت قيس الكمية اللي دا تجي. نعم. فأستاذ العزيز يوم عن يوم الحل المشاكل دا تزيد ما دا تقل للأسف. يعني ماكو يعني إحنا يوم عن يوم دا ننشر توعية، دا نقول يابا لا تسوون هيك شيء، لا تثقون بأي أحد. القضايا اللي دا تصير شلون لا تثقين يعني بحبيبك حتى. نعم. هي تبعث صور، أيها الأسهل بالنسبة لك تقضي عليه؟ ولو نفس الشيء إذا كان صور أو فيديو أو مباشر لايف يسوون وأيضا يتم تسجيله، أيه الأسهل عليك ولا نفس الأمور وتقضي على هالموضوع أنت؟ يعني ماكو فرق. ممكن تعيد السؤال؟ يعني البنية تدز صورها اللي تقول لك بلش يبتزني، وأكو مرات فيديو يدزني، هي نفس الشيء تقضي عليه ولا اكو فرق بين الفيديو واللايف مباشر والصور؟ لا بالنسبه لنا ما عندنا اي فرق. نعم. انه تجينا القضيه نتاكد ان القضيه وراها نتخذ الاجراء اللازم. نعم. انت تحدد موقع الشخص؟ نعم تحدد اي نسحب تليفونه في شيء تدخل عليه تحدد موقع الشخص عن طريق احداثيات عسكريه.
انه ماكو شيء سهل، بس احنا كفرقه وكمطورين وكمبرمجين نقدر نوصل للشخص ونحدد مكانه ونفرم التليفون. زين، حتى لو كانت مواقع وهميه على الفيسبوك، الفيسبوك ما بي رقم مثلا، يعني ايضا يتم انقاذ ال مثلا اليوم اجتنا قضيه على اكاونت وهمي بيك، نعم، انه احنا لازم نحدد موقع هذا الشخص، هذا الشخص ده يبتز بنت ما مربوط بايميل، خلينا نقول مربوط برقم، او مربوط بايميل ما مربوط برقم. وتدري بالعراق الفيرجن 4 مو 6 فيكون متغير صح لاعبي، فاحنا برغم عملنا انه احنا نقدر نحدد الموقع الدقيق، وعندنا تنسيق ويا القوات الامنيه اذا كانت القضيه رسميه، ننطي موقع الشخص المكان النيابه، هذا مكانه وتقدرون توصلون اليه بكل سهوله. زين، بس الحكي وين؟ الحكي القضايا شلون تصير استاذ العزيز؟ تفضل. القضايا تصير بامور يعني شلون اوصل لك اياها؟ بعده جوانب. الجانب الاول وانتشرت بكثره بالوقت الحالي عن طريق رسائل اس ام اس، يجيك رابط مثلا ربحت جائزه، ربحت سياره، تصويت. انت من ده تدخل على هذا الرابط ده تنطي صلاحيه وصول التليفونك كله، ده احكي لك على اندرويد. نعم. من مجرد ضغطت على الرابط راح تنطي صلاحيه وصول للتليفون، وهذا الشخص راح يتحكم بتليفونك كامل وراح تبدي المعاناه انه يبتز وكذا من هاي الامور. طيب اريد اسال انه الفتيات اكثر، الفتيات اكثر لو الرجال اللي يجوك ولا نفس الشيء ولا لا؟ لا الفتيات أكثر. الفتيات يعني يجون الشخص يبتز البنت، بس اكو رجال، رجال بس قله قليله. طيب شنو قصه نعم مواقع نعم تجي من المغرب العربي؟ سمعنا انه كثير ويجي بهيئه فتاه لكن هو شاب ويقوم بابتزاز الشباب ايضا في العراق خصوصا. طبعا احنا عندنا تنسيق ويا جماعه المغرب، شكو قضيه تجي احنا نحلها، واذا ما قدرنا نحلها نتواصل ويا جماعه المغرب التيم ويقدرون يوصلون للشخص ويفرمتون تليفونه. هاي الظاهره انتشرت صار لها تقريبا 5 اشهر 6 اشهر لحد هاي لحظتنا ومستمره. نعم. انه يجيك شخص على هيئه بنت، وطبعا يستهدف الفئات الكبار. باب يعني العمر لو بالمناصب. نعم. مدرس، نعم نعم. حتى المناصب، بس المناصب قله قليله كلش، بس يعني يستهدفون الشيوخ العشائر اكثر شيء، اكثر. نعم. القضايا اللي تجينا من شيوخ العشائر. نعم. خصوصا بهاي المشكله. عاد نقدر نفرمت، الشيء الوحيد اللي نقدر نسويه بهاي السالفه انه نفرمت تليفون الشخص. نعم. طيب ما نقدر نسوي شيء اكثر. فهد أنا أشكرك جدا، وفعلا هاي المعلومات تفيد الناس حتى على الأقل يعني يخلصون من هذه المشاكل. شكرا لك فهد وليد من العلاقات العامة في فرقة سيفور، شكرا جزيلا. بعد قليل نستمر بتقديم محتويات البرنامج والقضايا التي سنعرضها هذه الليلة، ولكن بعد الفاصل سنتابع زوجات معذبات من أزواجهم. زعلت بقت مدة سنة وشهرين زعلانة، لقيت أجايب شريشتي للبيت، قاسم البيت نصين، نشتكيت ثاني يوم ورا فترة يعني هيجي إجاني تبليغ. أهلا بكم مجددا. العنف ضد المرأة من المشاكل القديمة اللي لحد الآن موجودة وبقوة بمجتمعنا، لكن المشكلة الأكبر أنه غالبية النساء ما يقدرون يعبرون عن اللي يتعرضوا له من عنف، سواء من الأزواج أو من الأخوة أو حتى من الآباء، وذلك طبعا بسبب أعراف المجتمع، ولازم المرأة تسكت على كل شيء يصير لها. بتقريرنا القادم مثال حي عن امرأة تعرضت لعنف شديد طيلة حياتها الزوجية، وبعدها طلقها ورماها على أهلها بعد ما عرفت أنه هو متزوج اثنين عليها. لنتابع قصة هذه الزوجة المعنفة. أنا أول ما
زوجتهم يعني جو يخطبوني وافقت بيهم الزوج اثنين نسوان، واحدة نطلقها واحدة لا، بس أنا ما أدري بين هو كان متزوج واحدة قبل يعني بعد واحدة نطلقها بالمحكمة، إنه ظهرت إنه القاضي قال له هاي طليقتك أنت هواي جاي تتزوج وتطلق. قلت له شنو هاي؟ كان ضحك قال لا لا. سألته قلت لهم شنو هاي؟ قالوا إيه هو متزوج ومطلق على مود الذرية عمر الأطفال. قلت لهم والدتي زين إذا طلع هو بيه الخلل، جابوا النسبة التقارير مال الطب كل شيء ما طلع بيه الولد. قلت لهم مثلا إنه بنتي ما خلصتها مطلقوها، قال لها لا راح ناخذ الأطفال الأيتام ويانا، أنا زوجة شهيد. وافقت فيه بعدين طلع إنه هم مسوين كله نصاب احتيال. بيوم اللي السابع مالتي طلب الذهب مالتي طيت إليه، رحت الأهلي والدتي سألتني عن الذهب قلت لها خاطئ، قالت يعني هاي هم من البداية راح تبدأ المشاكل، ما أتمنى أنت ملابسة ذهبك والمن جبنا والمن راح يبقونه. رجعوا الذهب، من رجع الذهب بدأ الكتن قام يكتني ضربني هني، قلت أنت ما حد إليك، وقالت استحملت لأن أنا بقى صرت حامل. ورا فترة بخمسة أشهر حبل أسفلتي صارت حامل، هي جابت ابني وأنا جبت الولد، راد ياخذ الطفل انه باي طريقه بحث حتى انا نايمه يطفرني، قلت الطفل مات وظل اصرخ، قال الطفل كل شيء ما بيه لا طخته ولا هاي. من زعلت بقت مده سنه وشهرين زعلانه، لقيت جايب شريشتي للبيت قاسم البيت نصين، الاثاث مالتي كلها محولها الها، كل شيء ما مخلي بالبيت فارغ، لقيت البيت هيكل بس غرفه النوم باقيه والمطبخ. زمني قال باكر ترحين لاهلك ما تبقين بعد طلاقك. بقت سنة كاملة لا نفقة لا مصرف لا بكل شيء، انقطع الراتب ما الشيء توقف، يعني مو انقطع بس توقف، اضطريت انه اشتكي عليه على مود النفقة للطفل ونفقة لي. اشتكيت ثاني يوم ورا فترة يعني هيجي جاني تبليغ، رحت للبياع شرطة ضابط بالباب قالت شلون جاية بيدش للسجن، يعني انت ما تخافين؟ قلت له شنو هذا مو سجن؟ قال لا سجن. انطبت للمركز، اول ما طلعت لي ملازم نغم اول هي بنيه اساسا جابت الكلبشات وجت تركض، قلت لها علي اساس انت تلزميناني تاخذون اقوالي يلا؟ قالت لا انت مجرمه والمجرم ما نخلي يسولف يكمل سالفته. طلع راد علاء كان المكتب هيك مقابلنا، طلع راد علاء يركض قال لي انت شلون تلزمين بنيه؟ انت بنيه وهي بنيه، شلون تخليها بالسجن طفله صغيره وعندها اثنين ايتام جايبتهم والطفل الصغير هو ابن يصير مصطفى؟ قلت لهم انا اليوم نروح بروحها لو زينها لو ماكو. ودوني للمدير، المدير اخطط اقوالي، قلت له هيك قصتي سولفت له، قلت لها تعالي كتبي انه هو كسر اسنانها اثنين ضربه بوكسيات واكو دم هنا مخثر، انا حتى الطبيب نقدر نروح. قالت له ما اكتباني، قال لها ليش ما تكتبين انت شنو اللي عندك ويا على متبحث انت هيك؟ قلت له لا هي مجرمه والمجرم لازم يتعاقب. حولوا الدعوه من ملازم نغم الى نقيب محمد. القاضي اول ما دعوة الى تنازل عليها السكنه، قلت له انا ما عندي يعني بس انا والدتي، لا عندي اخ ولا عندي من معين، وراتبي يعني ما يكفي اشتري بيه او اجر بيه، احنا عايشين يعني ببيت صغير كلش. محام يقول ما بدي اي شيء اسوي لان تعتبر انه انا كنت ساكته. قلت له انا ما كنت ساكته، انا كنت بالمركز يومي انا رايحه وجايه، ما لحق اي شيء اشتكي ولا لحق اي شيء اسوي، توقفت معاملتي كلها. قلت اسوي للطفل هويه ما يقبل يسوي له هويه، هسه الطفل داد دقه حاسبه ما يطلع انه ابنه بدون هويه، هسه الطفل عمره 4 سنين. طبعا هذا صوت راح يوصل لكل انسانه مثلي راح تنظلم، وحب هو اللي يقول له حسبي الله ونعم الوكيل عليك وبس. استجابه لطلب هذه السيده تم اخفاء صورتها من الكاميرا وكذلك قبل الثلاث فتيات المبتزات إلكترونيا. إذن هذا الضعف لدى المرأة يجعلنا نتساءل أسئلة كثيرة، لذلك سنعود إلى ضيف حلقة هذه الليلة محمود الغريب الإخصائي في عالم الباراسايكولوجي. محمود أريد أسألك ليش الضعف عند المرأة؟ لأنه ما تشتغل، لأنه تخاف من المجتمع أنه تتطلق، ليش الضعف عند المرأة العراقية؟ شوف احنا بكل صراحه استاذ ناطق، احنا تدري عندنا بداخل العراق ما يقارب 23% من حالات الزواج هي طلاق، يعني اثنين او ثلاثه حالات طلاق من كل 10 حالات زواج
في الشهر الماضي احنا عندنا ما يقارب اكثر من 4500 حالة طلاق فقط في الشهر الماضي. اسباب حالات الطلاق متعددة، ولكن ما يقارب 90% من حالات الطلاق اللي متواجدة وباسباب انه بسبب العنف. احنا خلينا نتكلم شوي على العنف وبعدها نرجع الى هذه السبب. العنف هو مو بس عنف فقط جسدي، اكو عنف جسدي وعنف جنسي وعنف المشاعر اللفظي، وايضا العنف المالي الاقتصادي والعنف الاسري اللي هو الاجتماعي. يعني اريد اسال محمود غير العنف غير كذا، اللي يهمني بالسؤال انه ليش هالضعف؟ ليش المراه تخاف من الطلاق؟ ليش انه هو هذا اللي راح اتكلم عنه. تفضل. نعم، احنا المشكله بداخل المجتمع العراقي مجتمع اكثر مجتمع قبائلي وعشائري، وهذا المجتمع القبائلي والعشائري قليل ونادر جدا انه يعطي حريه للمراه، الحريه الثقافيه خلينا نتكلمها، عمليه الاختيار، اختيار الزوج جدا مهم. تجد اغلب النساء او اغلب البنات المعنفات هم متزوجات صغار، ما عندهم الثقافه الزوجيه والثقافه الاسريه فترضخ الى هذا الشيء. السبب الثاني هي الاسره ايضا تجبر النساء على الخضوع والخنوع للزوج. الشيء الثالث وهو المهم، أغلب المجتمعات العراقية سواء كان أسرية أو عشائرية أنه هي تؤيد عملية الضرب في عملية محاسبة المرأة. هذه المشكلة فيها أنه المرأة تكون ضعيفة في المجتمع الذكوري أو الرجولي. نعم. بداخل المجتمعات العراقية هاي الأسباب أنه يعني المرأة تكون ضعيفة. محمود أيضا مسألة إذا كان للمرأة مورد معيشة إنه تشتغل موظفة أو عندها شغلة معينة يجعلها أقوى أيضا. صراحة موضوع أنا عندي أيضا حالات من هذا الشيء. هناك عندنا حالات حتى نساء محاميات، نساء محاميات، نساء أصحاب موظفات في الدولة العراقية أو لديهم عمل خاص تعرضوا إلى حالة العنف. إحنا عندنا ما يقارب 9 من النساء مقابل 10 من النساء في العراق تعرضوا إلى حالة العنف سواء كان الجسدي أو الجنسي أو اللفظي، ولكن الأكثر شيء هو الجسدي اللي هو الضرب. أغلب النساء هم مثل ما تكلمت اللي هم لا يحتاجون إلى حالة من المال أو أنه ما عندهم حالة الوظيفة أو حالة الاستقرار المالي، فيرضخون أنه أنا في حال عملية الطلاق وين أروح بأطفالي إذا كانت عندهم أطفال. أو أيضا أحيانا الأسرة نفسها أجبرت، أنا عندي حالة من الحالات أسرتها منعتها من حالة الطلاق، توصل مرحلة أنه تجرح نفسها تريد تنتحر، جبروها ممنوع الطلاق، إذا طلقتي ممنوع إحنا ما راح نستقبلك. هاي الآن المرأة ضاعت بين تعنيف الزوج وبين المجتمع، المجتمع والأسرة الواقع الحقيقي يعني يساهم بشكل فعال في ضعف المرأة العراقية. يعني هذه النتيجة. نعم. استقواء استقواء الرجل بسبب المجتمع بتأكيد. اول شيء سمح له انه يضرب المراه. الشيء الثاني انه اسرتها ضعيفه جدا، اغلب ايضا حالات التعنيف انه ما عندها اخ يعيلها او اب او عمام او خوال. نعم. فتكون ضعيفه. نعم. الشيء الثالث مثل ما تكلمت موضوع الاستقبال المالي او الاقتصادي انه تكون ضعيفة اقتصاديا. نعم. ما تلجأ إلى هذا الشيء، والشيء المهم أنه المجتمع متقبل لهذه التعنف. نعم. محمود الغريب، شكرا لهذه المعلومات القيمة اللي قدمتها في برنامجنا، شكرا جزيلا لك. عبر صفحتي الشخصية باسم ناطق صلاح الدين دائما أستقبل كل قضية أو كل مشكلة عبر مراسلتي، إحنا نروح نصورها بعد دراستها طبعا. لذلك وصلتني أيضا على نفس الصفحة الشخصية باسم ناطق صلاح الدين على الفيسبوك مناشدة من أهالي ضحايا الجيش الأبيض بفيروس كورونا. خلينا نتابع مناشدتهم. إني والد شهيد الجيش الأبيض الممرض الجامعي مصطفى ثائر جاسم المرياني، نيابة عن شهداء الجيش الأبيض نرجو من الأستاذ ناطق عن طريق برنامج بالتفصيل إيصال مناشدتنا إلى دولة رئيس الوزراء المحترم، بعد أن يئسنا من جميع المسؤولين المباشرين في دوائر الصحة بإهمالهم الواضح
لعوائل شهداء هم الأبطال، ورغم صدور قرارات تخصهم إلا أنه لا يوجد تنفيذ وعرقلة من جميع الدوائر المتلكئة بتنفيذ قرارات الوزارة. نطالب جنابكم الكريم باحتسابهم ضمن المؤسسة وضمهم إلى مؤسسة الشهداء، وذلك لضمان كافة حقوقهم وامتيازهم لضمان حياة حرة كريمة لعوائلهم. هذا ولكم جزيل الشكر والتقدير. ابن الشهيد حسين وليد كاظم سعدون الفريداوي، معاون طبي في مستشفى الكندي. نطالب السيد الكاظمي بأن يكون لنا معه لقاء، وكلنا أمل به بأن يكون اللقاء من ضمن أولوياته. إذن هذا الفيديو أرسلوه على صفحة الشخصية، وكل من يريد مناشدة رح نقدمها في البرنامج، يسجل الفيديو ويرسله إلى صفحة ناطق صلاح الدين. إحنا نعيش في أيام محرم الحرام، وطبعا لازم توجد أكلة القيمة، وهي من الأكلات العراقية اللي أجمع على حبها الشعب العراقي، وحتى اللي يسافر خارج العراق يبقى يتحسر على أكلة القيمة. هذه الأكلة لها طقوس خاصة، لأن عادة ما تكون مرتبطة بشهر محرم الحرام وتوزع بشكل مجاني في أيام عاشوراء. والقيمة النجفية بالتأكيد هي الأكثر والمميزة عن باقي المحافظات، لكن يبدو هناك منافس آخر وهي القيمة الكربلائية اللي تطبخ بطريقة مختلفة ولها عشاقها أيضا. فهل القيمة الكربلائية أصبحت تضاهي القيمة النجفية؟ دعونا نتابع. طبعا القيمة تختلف من نوع لنوع، اكو نجفية واكو كربلائية، واكو مال بيت تختلف عن النجفية، والكربلائية مال بيت تختلف. النجفية تكون بها لحم مدقوق وعلاشية، الكربلائية تكون هاي هيك قوامها، هذا ترتيبها. والنجفية مدقوقة، النجفية بنفس الساعة تنوكل طيبة، بس من تبات أو يخلوه بالمجمد تصير علاشية، وما بعدين تبزل مي ما تصير طيبة. هاي ما تبزل مي، هاي قوامها ثابت. الكربلائية يصير قوامها ثابت، ما تعزل مي، وش وقت ما طلعوها من المجمدة وطلعوها تحموها هي نفس القوام. طبعا عند تشوفون قطع اللحم، هاي قطع اللحم طبعا متكونة من حمص ولفة ولحم وبصل وبهارات قيمة. تختلف أنواع اللفة، هم تختلف من لفة إلى لفة، أكو نوع يجزر أكو نوع ما يجزر. والقيمة مرغوبة عندنا بشكل يعني خصوصا بالمناطق مالتنا، مرغوبة بشكل حتى مو بالزيارات، بالأيام الاعتيادية يعني. هنا القيمة أنا ما لحق عليها. طبعا احنا وعينا للدنيا، شفنا أهلنا وأجدادنا يسوون قيمة وناكل قيمة، إيش قد قديمة قدمها، إيش قد ما حد يعرف يعني صراحة. يعني أكو ناس يقول لك أنا سويت قيمة بدون لحم، يعني هل موجود؟ هي تصير مو بس ما تعطيك الطعم الحقيقي. وبعض مرات النساء بالبيت ما يعرفون يطبخوها، فيلتجون انه يشتروها من السوق احسن ما يشتروا يطبخوها بالبيت. اولا اصرف واسهل، الام البيت تظل واقفه وتفور بيها، ويعني شغلها اكثر من ما هي موجوده هنا، اسهل من ما ياخذوها يسووها بالبيت. طبعا بالشتاء اقوى من الصيف، بس مع ذلك بالصيف هم طلب، لانه احنا بين يوم ويوم يطلبوها بالاسم قيمه قيمه قيمه، لازم قيمه، لازم يوميه وبين يوم يوم قيمه. يعني بالايام العاديه احنا نطبخها، اكو ناس يطبخوها مثلا الخميس، بعض مرات يطبخوها عندهم نذر يطبخوها، بس هي اكثر شيء اقبالها بالنسبه للناس برا بالزيارات. هنا احنا بين يوم ويوم نشتغلها، ما يبقى من عندها شيء، يعني اللي نسويه احنا ما يبقى من عنده شيء. هذا القدر اللي شفتوه قبل شويه هذا للظهر بعد ما يبقى يخلص. تعرفون اكو مرقه نجفيه، قيمه نجفيه باعتبار قيمه كربلائيه، بس محافظه كربلاء تشتهر بهذا الشيء كون انه المحافظه سياحيه دينيه، وتمر علينا عده مناسبات اللي هي 10 محرم و40 الامام الحسين، فاكثر ما بهذه المناسبات هي القيمة. هذه أكلة أصبحت من تراث هذه المدينة، مدينة كربلاء. كثير من العوائل اليوم، كثير من الشباب متعودة أنه تداوم على هذه الأكلة اللي هي أكلة التمن والقيمة. أكو ناس تسويها بالبيت، تطبخها بالبيت، أكو ناس تأكلها بالشنسان، اليوم جاي أكلها بالمطعم. بالمحافظات المقدسة دائما يكون لها فت خصوصية، تطبخ بشهر محرم وتطبخ بشهر صفر.
توزع على الزوار، على الزوار القادمين للمحافظة. يعني شيء لطيف، أكلة جميلة. يعني هسه مثلا أنا بالنسبة لي متعود عليها تماما. يجون زوار من البحرين، يجون زوار من الكويت، فنضيفهم فأول ما يطلبون يطلبون القيمة، وكأنما يعني القيمة صارت فد صيط لها بالخليج أو صيط لها بالدول العربية، فتكون مميزة، الناس تشتاق لها حقيقة. بالنسبة لي أو بالنسبة للناس المقربين من عندنا، يعني بسيدة المروقات يسموها، زين، فنشتاق لها. بس احنا بحقيقة مو يومية، مثل فد بالشهر فد مرة أو فد مرتين، بحيث تبقى يعني شوقك للقيمة مستمر. طبعا المخرج والكادر كله تعذبوا من شافوا هاي اللقطات، وراح اقول لكم انه بالاسبوع المقبل راح نشوف القيمه النجفيه. في نهايه الحلقه اخيرا ساختم كلامي بقول للامام الحسين عليه السلام عن حسن الاخلاق، حيث قال: لئن كانت الافعال يوما لاهلها كمالا فحسن الخلق ابهى واكمل. الى اللقاء.